حركة تصحيحية، حركة تصحيحية. سبحان الله خاطرة خالد وخالديته. سبحان الله صار أسبوع واحد يقول لي حركة تصحيحية، حركة تصحيحية، بقول والناس تفهم غلط وتزعل. فسبحان الله اليوم وأنا جايين مقبرة وعقب ما دفنا مات الله يرحمهم فتح يرحم الوالدين. ولا شفت واحد مرة سبق مرشح سابق، قلت له هي حركة تصحيحية، قال لي سيد صح احلى حركة تصحيحية. فانتوا صبروا ونصبر ونشوف، وان شاء الله كل واحد من اختلاف امتي رحمة، او كما قال سيدنا شفينا طبيبنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واحنا ان شاء الله دولة الكويت امير حكومة وشعبا كلنا متحدون، والمقيمين والبدون تحت قيادة امين الشيخ مشعل احمد صباح ورئيس الوزراء الشيخ عبد الله الصباح نائب الامير والوزراء. وان شاء الله حركة تصحيحية، عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، ان شاء الله هو خير. لازم براسه فكره صاحب السمو الامير، لازم شيء. والله بالقران يقول اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم. فان شاء الله الساده الصوفيه كلهم كانوا يعني، بهلول لما شاف هارون الرشيد قال له وين؟ قال له هذه قبورهم وهذه قصورهم. فهم الصوفيه يعني ناس تراويش ماشيين، بشر الحافي الرفاعي الدسوقي الشاذلي الدرقاوي العلاوي البدوي الكفتار والبوطي النقشبندي التيجاني حلوين.